نتحول إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وكذلك عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.